ما معنى كلمة امرأة لوط التي ورد ذكرها في القرآن الكريم إذ كانت من الغابرين كما وصفت؟ وضحوا لنا هذا المعنى جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، امرأة لوط كانت كافرة لم تكن على دين زوجها نبي الله لوط عليه السلام، مثل امرأة نوح عليه السلام، فإنها كانت مخالفة لدين نبي الله نوح عليه السلام، كما قال الله تعالى: فضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة لوط، امرأة لوط كانتا تحت عبدين في عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فقيل ادخلا النار مع الداخلين. خانتاهما يعني في الدين والملة، فكانتا على الكفر وخالفتا دين زوجهما، هذا معنى الخيانة. وليس معنى ذلك الخيانة في الدراسة، فإن صورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومة، كانتا في العرض نزيهتين، ولكن في العقيدة كانتا على خلاف عقيدة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، يعني لم ينفعهما قربهما من أفضل خلق الله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم ينفعهما هذا القرب شيئا لما كانتا على الكفر، فهذا فيه دليل على أن الإنسان لا ينفعه عمل غيره، وإنما ينفعه عمله هو، أيضا فقرب المؤمن من الكافر لا يضره شيئا كما ذكر الله في امرأة فرعون، وقرب الكافر من المؤمن لا ينفعه شيئا كما ذكر الله في هاتين المرأتين امرأة نوح وامرأة لوط. فلما جاء العذاب أنجى الله سبحانه وتعالى نبيه لوطا والذين آمنوا معه وأهلك الكافرين ومنهم امرأة لوط كانت من الغابرين، يعني من الباقين في العذاب المهلكين مع الكافرين. جزاكم الله خيرا.